الأم مدرسة، هذا المثل ينطبق على عائلة محيوت التي اختارت أن تكون لها بصمة مميزة في عالم الحلويات، وبالتحديد في تصميم وتزيين الكعك بطريقة عصرية جميلة، والمرجع الأول والأخير في ذلك الوالدة. بالنسبه للمشروع هذايا كانت احنا في المنزل تاعنا عندنا يما من بكري طيب الكاطو دير دو بون كاطو، عندها موهبه في كونسيرنون الطياب هذا اون جينيرال. لو ميلونج هذاك اللي كان بيناتهم شفتهم في الدار يما تخدم اون بون كاليتي كونسيرنون لو كو، وعند خياتي يديسينو ويديكوريو بيان، قلت بوكوا با ندخلوا في المارشي هذا ونشوفوا باش بوغ يعني ريالمون بوغ اجوتي شغل الحاجه لي غاتو هنا في الجزائر، يعني سورتو سي دي تام جدد دخلوا لنا جدد، ماشي ما عندهمش بزاف ملي دخلوا جدد، وباش نخدموا كونسيرنون لا بيرفيكسيون يكون كل حاجه فريمون اوتو. هذه ليست اعمال فنيه لديكور او لعب اطفال، بل هي انواع من الكيك تفننت ايمان التي لم يعقها تخصصها في الطب ولا اختها كنزه في انجازها حسب طلبيات واذواق الزبائن، والحلوى مصنوعه من عجينه السكر الخالص. بزاف ليكيب تاعنا اللي تخدم معنا سي تاع ميدسان، هي شغل على في اون سورت باش كونسيرنون لو سكر دائما يكون ناقص، باش لي بيرسون اللي كاع يقدروا ياكلوه بلا ما يكون عندهم مشاكل كبيره في الصحه. درنا كيما قلت لك دي فورماسيون اون لين وين خلاتنا نبيرفيكسيونيو، وين تخرج لا فينيسيون تاع لو غاتو بارفيت. دونك فوالا دوكا عندنا بريسك 8 موا ملي بدينا، الحمد لله عندنا لي كليون تاعنا سون ساتيسفي، لا كاليتي الي لا. حنا لو ترافاي تاعنا بارابور ا دوطخ بون عندنا لو ديسان على مان، توت اي في على مان، دونك ما نخدموش لامبرسيون ولا نشوف لي بوبي هادوك اللي واجدين سور لو مارشي نحطهم سور لو غاتو. الغاتو تاعنا اي فريمون بيرسوناليزي. هذا المحل ورغم بساطته يستقطب الكثير من الزبائن، فهنا التركيز على راحتهم وتلبيه رغباتهم اولى اولويات اصحابه. وتبقى مثل هذه الأعمال ترضي فضول الزبائن الباحثين عن التميز في صناعة الحلويات خصوصا في المناسبات مهما اختلفت أنواعها.